السلام عليكم ورحمة الله، عاملين ايه؟ فيديو النهاردة هيكون تكملة لفيديوهات العناية اللي نزلتها. زي ما نزلت لكم قبل كده فيديو عناية بالشعر، هنزل لكم دلوقتي فيديو او مجموعة فيديوهات للعناية بالبشرة. فخليكم معايا علشان تعرفوا الفيديو ده بيتكلم عن ايه. بشرتنا في الصيف بتكون حساسة جدا للرطوبة وكل الحاجات، العوامل الخارجية اللي بتأثر عليها. عشان كده لازم يكون عندك غسول يقدر يعالج المشاكل اللي انت بتتعرض لها دي. الغسول ده انا كلمتكم عنه قبل كده في فيديوهات كتير وعلى سناب شات، وعملت له بوست على انستجرام. الغسول ده كتبه لي دكتور، مهمته ان هو بيغسل الزيوت الزياده اللي ملهاش لازمه على الوش، الاتربه، الميك اب، بينظف البشره وتحسي بعدها ان البشره فريش كده وبارده بعد الاستخدام. زي ما قلت لكم عنه قبل كده ان هو في خاصيه الكولينج فورمولا، ان هو بيخلي البشره تبقى بارده كده شويه، احساس النعناع والفريش ده. الغسول ده تستخدميه 3 مرات في اليوم، من مرتين لثلاث مرات. انا مستخدمه مرتين بس، نتيجته هايله جدا. سعره 260 جنيه تقريبا. بيقعد فتره، ان انت بتاخدي حبه صغيره جدا، ما بتاخديش حبه، يعني ما بتاخديش كميه كبيره، بتاخدي حبه صغيره تقريبا ضغطتين. زي ما انتم شايفين انا جايباه بقالي فتره بس هو لسه مخلصش. هو امريكي واستيرويد، فممكن متلاقوش، بس ممكن تطلبوه من الصيدليات الكبيره وهيجيبوه لكم عادي جدا. فاول حاجه لازم تعملوها ان انتوا يكون عندكم غسول مناسب لبشرتكم. ده علشان انا بشرتي دهنيه، فهو الدكتور كتبه لي، بس اعتقد ان هو ممكن يناسب جميع انواع البشره. وبرده ممكن تسال الدكاتره والصيدليين، هتعرفوا منهم اذا كان يناسبكم او لا. تاني حاجة، انا عن نفسي كنت بحب المقشرات جدا، بحب الحاجات المقشرة اللي تقعدي تعملي بيها مساج لوشك، بس بقالي فترة بقيت بحب استخدم الحاجات السريعة. زي مثلا الماسك ده من هيمالايا، ده ماسك باللوز والخيار، بيجدد البشرة ويشيل الشوائب والحاجات الزيادة اللي على البشرة وبيشدها وبيجدد الحيوية. بعد ما تستخدميه كده بتحسي ان بشرتك رطبة وطرية وناعمة، كأنها ما تعرضتش لكل المشاكل اللي تعرضت لها في الشمس والصيف والحاجات دي كلها. ده كان سعره تقريبا 45 جنيه. بتسيبيه على بشرتك 15 دقيقة لحد ما ينشف، وبعدين تبدأي تشيليه زي الستيكر كده، دي يتشال معاكي زي الستيكر. خفيف جدا، ما بيشدش البشرة جامد، يعني ما بيوجعش زي الماسكات النشا والجيلاتين اللي احنا بنعملها في البيت، يعني ده ما بيوجعش ابدا في الحاجات دي. لو انا عايزه حاجه اتقل شويه من هيمالايا او اقوى شويه، في قناع الزمرد الاسود او واكس بلس، يعني هو ليه اسمين تقدري تعرفيه. هما طبعا ليه كذا كذا نوع، يعني اوريكم هما كذا نوع. الماسك الذهب ده يساعد على اعاده نضاره البشره ويشد تجاعيد، ماسك الفضه تفتيح لون البشره وازاله الهالات السوداء، ماسك الكافيار للبشره ناعمه وبيشيل الشعر الزائد من الوجه، ماسك الماس بيرطب البشره المجهده من اثار المكياج، بيرجع لها الحيويه والنضاره، ماسك الشوكولاته لبناء الانسجه التالفه، وإزالة الحبوب الدهنية. ماسك الزمرد الأسود اللي أنا جبته بيساعد على نضارة البشرة وعلى إزالة البثور السوداء والكلف، ودي حقيقة فعلا. يعني الماسك قوي، من جوه لونه أسود
يعني خليني اوريهولكوا بس شكلا اهو لونه اسود زي ما انتوا شايفين كده. بتوزعيه على بشرتك وبرده بيتسيب 15 دقيقة. بتوزعيه على البشرة كده وبتسيبيه 15 دقيقة وتشيليه برده زي ماسك هيمالايا زي الاستيكر كده. قوي اشد شوية من التاني، بيشيل اعمق بينضف احسن. فلو انتوا عايزين حاجة تساعد على النظافة دي السريعة، وخصوصا ان احنا دلوقتي في الصيف وفي رمضان ومحتاجين حاجة بسرعة بسرعة تنظف البشرة، فانصحكم بالماسك ده من واكس بلس الاسود. وممكن كمان تجربوا المنتجات التانية بتاعتهم، اكيد اكيد هتفيدكم. وده كان فيديو النهاردة، اتمنى ان يكون عجبكم. ان شاء الله هعمل لكم فيديوهات تانية عن العناية بالبشرة. تابعوني، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم على خير في فيديو جديد. وسلام عليكم.